المواطن. فوضى وبيروقراطية وسوء إدارة وتخطيط في عام الإنجازات. فبعد أن حدد وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري مطلع شهر آذار المقبل موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كمستمسك وحيد معتمد في العراق وإلغاء العمل بباقي المستمسكات الأخرى، أظهرت الخدمات البائسة في مديريات الجنسية والأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية فشلاً واضحاً في التخطيط لهذه الخطوة. غضب في الشارع العراقي من إجراءات الحكومة الروتينية والصعبة من أجل الحصول على البطاقة الموحدة، ما تسبب بزخم كبير في دوائر الأحوال المدنية وعدم تمكن العراقيين من الولوج لموقع الحجز الإلكتروني بسبب تعطل الرابط وصعوبة الولوج إليه وسيطرة مافيات تتحكم في الحجوزات الإلكترونية مقابل إرهاق كاهل المواطن بتكاليف باهظة. حكومة الإطار ووزارة داخليتها تعجز عن توفير الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين مؤسساتها، وتتجنب التطوير والعمل بأسلوب التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بسبب مديريها وضباطها الجاثمين على المناصب سنين طويلة دون أي إنجاز. صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وثقت اكتظاظ دوائر الأحوال المدنية في بغداد وعدد من المحافظات بأعداد كبيرة من المراجعين في مشهد غابت فيه أبسط الإجراءات التنظيمية المعتمدة في ترويج المعاملات في الدول المتقدمة. مأساة مستمرة في ظل غياب نظام أو قانون يرتب وينظم المراجعين ويحترم كبار السن والمرضى، فضلا عن معاناة نحو مليون عراقي من أبناء المدن المنكوبة من عدم وجود أوراق ثبوتية لهم في ظل ظروف قاهرة كضعف الحالة المادية وتزايد الفقر بسبب النزوح، الأمر الذي يعيق وصولهم إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانات الضمان الاجتماعي وزيادة خطر التعرض للتوقيف والاعتقال، ليتحول الأمر إلى كابوس يؤرقهم ومعضلة يصعب فك لغزها لإيجاد حل يخفف من آلامهم.